يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة في أخبار كتير على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا بكل تأكيد، في ظل المباريات اللي بتلعب في هذه اللحظات وخلال هذه الأيام، أيضا بخصوص بطولة كأس العالم قطر 2022. وأكيد عندنا أخبار وكواليس وتفاصيل كثيرة جدا تتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته بالتحديد للمباراة الهامة أمام الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين بإذن الله تعالى على استاد الأهلي والسلام الساعة 7 مساء، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز اللي بيتصدره النادي الأهلي برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية. إن شاء الله يستمر الأهلي على هذا المنوال وحصد مزيد من النقاط خلال الفترة المقبلة، بالتالي عندنا كلام كتير على مدار فقرات الحلقة المختلفة زي ما حضراتكم دايما متعودين من خلالنا. لكن أكيد بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم. سؤال الحلقة بيتعلق ببطولة كأس العالم وتوقعات حضراتكم لمباريات اليوم في البطولة، سواء مباراة المغرب مع البرتغال، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للأشقاء في المغرب والمنتخب المغربي الشقيق، مباراة قوية جدا، أو كمان توقعاتكم للمباراة الأخرى اللي هتكون في تمام الساعة 9 مساء ما بين إنجلترا وفرنسا، ماتش ضرب نار ممتع للغاية، على غرار كده مباراة الأمس ما بين الأرجنتين وهولندا اللي فازت فيها الأرجنتين بضربات الجزاء الترجيحية بعد يعني وقت أصلي وإضافي غاية في الإثارة والمتعة والندية ما بين المنتخبين يعني. فبالتالي هننتظر تفاعلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير كالعادة هناخد تفاعل حضراتكم. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للاتحاد، بالتوفيق إن شاء الله. مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن الراعي الثالث للأهلي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما في الترند العالمي أو ترند المونديال، المغرب تسعى لكتابة التاريخ أمام البرتغال، والمغرب كده كده كتبت التاريخ إن شاء الله، بس نتمنى ونطمع في المزيد بإذن الله تعالى. طيب دي كانت أهم وأبرز العناوين، لكن مباريات اليوم نفكر حضراتكم بيها لأن هي أكيد مباريات مهمة وشيقة للغاية. منهم ماتش بيتلعب دلوقتي وأكيد نفسي أتابعه، لكن أكيد طبعا تواصل مع حضراتكم أهم، وهي مباراة المغرب مع البرتغال اللي ابتدت بالظبط الساعة 5 مساء، يعني قبل دقيقتين ثلاثة من دلوقتي. ماتش حلو قوي، المغرب بمعنويات مرتفعة، وطبيعي أي منتخب موجود في المرحلة دي دور ربع النهائي أكيد معنوياته في السماء بعد التأهل، يعني مرحلة من سهل جدا إنك تتأهل ليها. فالمغرب حققت المفاجأة بالتأهل كأول مجموعة، دي أول مفاجأة من مجموعتها في كأس العالم. المفاجأة الثانية طبعا قصة إن هي تفوز على إسبانيا في دور ال 16 بضربات الجزاء الترجيحية، واكيد ان شاء الله نتمنى مفاجاه ثالثه النهارده على حساب المنتخب البرتغالي القوي للغايه، حتى لو في ظل جلوس كريستيانو رونالدو احد ابرز اللاعبين في تاريخ كره القدم على دكه البدلاء، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في المنتخب المغربي. فمباراه قويه بكل التاكيد، النتيجه حتى الان 0-0 ما بين المنتخبين. المباراه الاخرى هتكون الساعه 9 ما بين انجلترا وفرنسا، ماتش ممتع، ماتش هيكون مثير جدا، وفرقتين عندهم جوانب هجوميه قويه للغايه، يعني الجانب الهجومي سواء في فرنسا او في انجلترا سرعات مش طبيعيه، اهداف غزيره على مدار البطوله، ونجوم هنا وهنا. لما تيجي تتكلم في فرنسا فكيليان امبابي احد ابرز نجوم البطوله طبعا، المنتخب الفرنسي وبطل العالم في النسخه الاخيره مع فرنسا، بيطمح ان هو يحقق انجاز فريد من نوعه انك تفوز بالبطولتين سنتين ورا بعض، فدي حاجه هتبقى يعني غير اعتقد غير مسبوقه، ما حصلتش في التاريخ قبل كده. على الجانب الاخر طبعا هاري كين ورفاقه بيأدوا اكيد بطوله مميزه جدا وعناصر مميزه كمان وعمق كبير في دكه بدلاء اكيد المنتخب الانجليزي كمان. ممكن فرنسا بتعاني شويه من غيابات كتيره، لكن اكيد منتخب قوي، فبالتالي هنشوف مباراه ممتعه جدا. دي مباريات اليوم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى في كل التفاصيل سواء في الجانب العالمي او حتى الجانب المحلي او حتى كل الكواليس اللي جمهور الاهلي حابب يعرفها عن النادي الاهلي، هذا النادي الكبير. تفاصيل كثيره بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نبتدي كلامنا عن النادي الاهلي ونطمن الجماهير بخصوص اخر المستجدات اللي بتتعلق بالفريق، خصوصا في ظل الاستعدادات المتتاليه خلال المرحله الحاليه
لمختلف المباريات في بطوله الدوري. واحنا الفتره الجايه في ضغط ماتشات بالنسبه للنادي الاهلي، لان عندك يعني عدد كبير من التحديات المهمه على مختلف الاصعده. حاليا تركيز كله على الصعيد المحلي، وبالتحديد بطوله الدوري اللي ماشي فيها الاهلي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني الناس ماشيه بشكل مميز سواء جهاز فني او لاعبين، بتحقق 5 انتصارات متتاليه في البطوله، مع بدايتها بتتصدر برصيد 15 نقطه بعيد عن اقرب المنافسين بالنسبه لك. اعتقد فيوتشر في المركز الثاني دلوقتي برصيد 12 نقطه اعتقد، يعني 12 او 13 نقطه، يعني ففرق نقطتين ما بينك وما بين فيوتشر. في المقابل الزمالك وبيراميدز اللي هم يعتبر المنافسين الرئيسيين بالنسبه لك بيبعدوا عنك برصيد او بفارق 4 نقاط. فالبدايه جيده. ماتش المحلة الأخير كان ماتش صعب جدا بمدرب مميز بمسيرة رائعة للمحلة مع بداية الموسم. فريق كان في المركز الثاني بالنسبة لك وانت كنت المركز الأول، فتبعده بشكل مبكر، وفي نفس الوقت ملعب كان صعب، جمهور متحمس جمهور المحلة، لكن حضور جماهير الأهلي بشكل مميز جدا في مباراة المحلة هناك في استاد المحلة كان حضور بارز ومؤثر ومهم للغاية، وأكيد أضاف بشكل كبير جدا بالنسبة للفرقة. فكل الاجواء والعوامل هيئت الاهلي ان هو يقدر يتغلب، بالتحديد من خلال اصرار اللاعبين اللي وضح من خلال الشوط الاول ان انت من يعني بالنسبه لك عن طريقه قدرت ان انت تحسم اللقاء نوعا ما بشكل مبكر عن طريق هدفين في الشوط الاول، هدف للعائد بيرسيتاو والعائد بقوه باذن الله من اسيست لعلي معلول، ايضا العائد من مونديال قطر مع المنتخب التونسي، وهدف تاني لبرونو سافيو اللي بيثبت اقدامه مع الوقت وبينتناغم وينسجم بشكل مميز جدا بتالق احمد عبد القادر، بتالق عدد من اللاعبين بشكل جيد، عوده محمد عبد المنعم، تواجد السليه وتالقه، ديانج كالعاده من ابرز نجوم المباراه بخلاف اكرم توفيق. مش عايز انسى حد لان الفرقه كلها عملت ماتش حلو. بالمناسبه ده هيخليني اتكلم على محمد الشناوي، يعني انا ما كنتش ناوي ان اتكلم على القصه دي لان هي مش، انا شايف ان هي مش محتاجه ان هي تاخد حجم اكبر من حجمه. اه طبعا الشناوي يعني في لعبه او اتنين ما كانش موفق فيهم وده طبيعي جدا ان هو يحصل، ده حصل فعلا في مباراه المحله، يعني مش حاجه تخلي البعض يحاول وينادي بان لازم الاهلي يتعاقد مع حارس مرمى. انت لما هتيجي تتعاقد مع حارس مرمى هتجيب افضل من الشناوي منين؟ يعني بمنتهى الامانه لما تيجي انت دلوقتي، هل انت بالنسبه لك في اللائحه في الاتحاد المصري لكره القدم بتتيح لك انك تجيب حراس مرمى اجانب؟ لا طبعا. طب لما تيجي تدور في افريقيا، مش هقول لك في مصر، في افريقيا كلها عن حارس مرمى مميز، بما انك كده كده مثلا مش هتجيب حراس من بره، وفي نفس الوقت لما تيجي تبص في مصر عن حارس مميز فمش هتلاقي احسن من الشناوي. فلازم يكون في دعم ومسانده ويعني نوع من انواع الايه الثقه الكبيره جدا في امكانيات حارس كبير جدا جدا زي محمد الشناوي، وبدون مبالغه هو افضل لاعب في افريقيا بشهاده الاتحاد الافريقي لكره القدم، افضل حارس في افريقيا. الموضوع مش محتاج حاجه، لكن في كل الاحوال وارد ان يبقى في خطا. اه ممكن يكون في امور محتاجه تركيز من محمد الشناوي، ده طبيعي مش الشناوي بس، اي لاعب في الدنيا اكيد عنده بعض النواقص لازم يشتغل عليها، مفيش مشكله خالص يعني. فالشناوي ثقه كلها فيه، الشناوي حارس كبير جدا، قائد مميز لفرقه النادي الاهلي. مش عايزين يا جماعه احنا اللي نهبط من لاعبتنا ومعنوياتهم، بالعكس انتقدهم وانتقدهم بشكل قوي، مفيش اي مشكله بدون اي تجاوز، بس يكون نقد بناء يقدر يخليهم يعني يكتسبوا المزيد من التركيز ويركزوا على الجوانب اللي ناقصاهم، فبالتالي يتطوروا، فكل ده هيكون في صالح الفريق، ده امر مؤكد. لكن المجمل كله إدارة فنية من كولر مميزة، أمور كلها ماشية بالشكل الإيجابي، لكن الأهم دايما إنك بتفكر في اللي جاي. ماتش المحلة كان في الماضي خلاص، الأهلي فاز ويعني خد ال3 نقاط، مهم جدا إنك تفكر في المباراة المقبلة، المباراة المقبلة قدام فريق جماهيري محترم ومميز جدا، وانطلاقته أيضا في بطولة الدوري جيدة، هي كانت مميزة بس بقت جيدة. ليه؟ هو فريق طبعا الاتحاد السكندري 3 انتصارات متتالية وبعد كده هزيمتين ورا بعض. فبالتالي انت هتقابل فريق يعني عنده نوع من انواع الاصرار على عدم تلقي الهزيمه الثالثه على التوالي، مع جهاز فني ايضا مميز وانطلاقته جيده مع الاتحاد السكندري، فريق شرس هجوميا عنده عناصر مميزه جدا، عنده تدعيمات قدر ان هو يتعاقد معاه بشكل جيد، عنده عناصر كمان في وسط الملعب زي مروان عطيه مميز، احمد عادل مميز، عدد من اللاعبين الجيدين جدا، خط الدفاع خالد صبحي ناحيه اليمين، هشام صلاح، صبري الرحيل بيقدم مستويات مميزه جدا ناحيه الشمال، الفرقه ابراهيم حسن فرقه كويسه، مابولولو،
كذا كذا لاعب مميزين جدا في الاتحاد السكندري، فلازم الاهلي يكون مركز في المباراه دي بمنتهى الجديه. طبيعي ده كده كده، لان طبعا فرقه الاتحاد السكندري فرقه ليها تاريخ، ليها جماهير، ماتش هيكون صعب في كل الاحوال. فنتمنى ونطمح ان الاهلي يواصل انطلاقته المميزه في بطوله الدوري، انطلاقه على مختلف اصعده رائعه، انك كسبت كل الماتشات اللي لعبتها، لكن لازم تكملها وتفكر في اللي جاي دايما. اللي جاي ماتش المحله باذن الله يوم الاثنين الساعه 7 مساء على استاد الاهلي، وسلام ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. ماتش الاتحاد، انا قلت فرقه ثانيه، هنلاعب الاتحاد، قلت المحله او المحله اللي قبل كده خلاص خلص، احنا هنلاعب الاتحاد في الماتش اللي جاي، فان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. بالتالي خليني اطمنكم على استعدادات النادي الاهلي، لان احنا متعودين خلاص، حفظنا كده مع كولر، انت بتلعب الماتش النهارده، تاني يوم بتتمرن الصبح، واليوم اللي بعده بتاخد اجازه، وبعد كده ترجع تستأنف تدريباتك. فالاهلي امبارح على مدار 24 ساعه كان اجازه الفريق كله، النهارده الفريق استأنف تدريباته الساعه 9 الصبح استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري الهامه للغايه. الاستعدادات كانت من خلال بعض الفقرات المختلفه، وزي ما حضراتكم طبعا شايفين كده على الشاشه لقطات من مران الاهلي الصباحي اليوم تحت قياده طبعا كولر. كان في اجتماع في البدايه ما بين كولر واللاعبين قبل انطلاق المران، وده عشان يتم الحديث عن مباراه الاتحاد المقبله وكيفيه الاستعداد ليها وبعض النقاط المهمه الفنيه والتكتيكيه تحديدا اللي ركز عليها كولر. وبعد كده كان بدايه المران وفقرات بدنيه متنوعه تحت قياده اندريس اندويا مدرب احمال الفريق، وكانت حوالي يعني لمده 40 دقيقه. وبعد كده تنفيذ بعض الجوانب الفنيه في المران. كولر كمان كان قاد تدريبات فنيه بشكل متنوع، وفي خلال او نهايه المران كان في تقسيمه قويه شارك فيها اللاعبين بشكل كامل وادوا بشكل جيد. في المقابل طبعا تدريبات حراس المرمى مستمره تحت قياده ميشيل يانوكان مدرب الحراس، موجود الشناوي طبعا وعلي لطفي ومصطفى شبير وحمزه علاء، تدريبات بدنيه وفنيه مميزه في جانب حراس المرمى. فالامور ماشيه في الاتجاه الايجابي المميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بكره الاحد هيبقى في مران للنادي الاهلي الساعه 5 المغرب، تجمع الساعه 4، مران هيكون مهم وختامي قبل لقاء الاتحاد السكندري اللي هيكون بعد غد ان شاء الله الاثنين زي ما قلت لكم الساعه 7 على استاد الاهلي والسلام ملعب النادي الاهلي. ان شاء الله يكون انتصار جديد بالنسبه للفريق. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها، اطمنكم على محمود متولي، الامور بالنسبه له جيده للغايه، شوفي تمام الاصابه، يعني يبقى بس ايه ان هو يكون جاهز بدنيا بنسبه 100%. محمد عبد المنعم طبعا اطمنا عليه خلال المباراه اللي فاتت، عندك عناصر كتير جدا مميزه في مختلف الخطوط، اعتقد ممكن يكون في استمرار لمشاركه بيرسي تاو كاساسي، في عنصر بيقترب من العوده هو كهربا باذن الله واحد احد. ايمن اشرف برضو دخل في الفرقه بعد اصابه الركبه، الامور جيده بالنسبه له. يبقى برضو القرار الفني اللي بيتعلق بكولر، هل يقدر يكون موجود في القائمه ولا لا، كلها تقييمات بدنيه وفنيه تتعلق بالجهاز الفني بالنسبه لي النادي الاهلي، اللي بصراحه الواحد مبسوط منه جدا بمنتهى الامانه. يعني بدايه مع كولر بدايه مناسبه جدا جيده للغايه، حسين الشحات من ضمن اللاعبين المميزين اللي بيعودوا بشكل جيد مع النادي الاهلي وشارك في المباراه اللي فاتت اخر 10 دقائق، لان الناس كانت بتقول لك ان هو خارج الحسابات والامور اللي زي دي، قفشه من العناصر المهمه كمان، واللي سواء بيبتدي كاساسي او كبديل يعني بيصنع الفارق بالنسبه للفريق بشكل ملحوظ في وسط الملعب. فكولر قادر لحد دلوقتي بشكل مميز ان هو يدير احوال الفريق بشكل جيد على الصعيد الفني، وان شاء الله باذن الله الاهم الاستمراريه، ده امر مؤكد يعني ان شاء الله الاستمراريه تكون من خلال انتصارات مختلفه بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله. ده بخصوص تدريبات النادي الاهلي وبخصوص الامور الفنيه واستعدادات الفريق لمباراه الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين باذن الله تعالى. واكيد كل دعوات جماهير الاهلي معاهم، لان جمهور الاهلي بصراحه يعني ايه بيستنى الماتش من ساعه ما الماتش اللي بيتلعب يخلص. يعني انت لو بتتفرج على الاهلي النهارده بتبقى مستني الماتش اللي بعديه على طول. يعني جمهور الاهلي دايما عنده شغف يتفرج على فرقته، يعني دي حاجه احنا عارفينها كويس جدا وحاجه متعودين عليها كويس جدا كلنا كاهلاويه. ولو ايه بيتلعب في نفس الوقت احنا بنتابع النادي الاهلي، يعني وده طبيعي جدا داخل القلعه الحمراء، ودي منظومه النادي الاهلي، ودي جماهير كمان النادي الاهلي اللي دايما متشوقه لرؤيه الفريق في الملعب بمؤازرتهم طبعا ومساندتهم المعتاده بشكل جيد. انا بس عندي جزئيه مهمه، دايما
وعلى فكره هي دي ليها مزايا برضه. هي حته ايه؟ ان انت حتى لما بتكسب بطوله، حتى لما بتكسب مباراه، كلام من ده، عين جمهور الاهلي دايما رايحه ناحيه السلبيات، او بعض من جماهير الاهلي رايحه ناحيه السلبيات. ليه؟ هم معذورين في كده في الحقيقه، هم بيبقوا عايزين يشوفوا احسن حاجه للاهلي، يعني نكسب الماتش من غير ولا غلطه. اه طبعا ده مش موجود في الكوره، يعني ده صعب شويه. طب بس نكسب الماتش من غير ولا غلطه من اي لاعب، نكسب الماتش واحنا عاملين ماتش جامد جدا، نكسب الماتش ما فيش كوره عليه، يعني فاهم؟ تحس ان دايما التفكير في النادي الاهلي او جمهوره بالتحديد يقول لك لا انا عايز اشوف الاهلي في احسن صوره، وده حقه بصراحه. لكن هي معادله صعبه ونادر حدوثها في اي فريق في الدنيا. فبالتالي عيون جمهور الاهلي دايما بتروح ناحيه السلبيات. عشان كده انا اتكلمت في حته محمد الشناوي، لا مش لازم احنا اللي نهبط من لعبتنا. اه طبعا ننتقدهم وكل حاجه، بس مش اللي هو نقف عند القصه كتير. لا احنا كسبنا ماتش صعب قدام المحله، صعب جدا، احنا ماشيين بشكل ممتاز منذ بدايه الموسم وانطلاقته، سواء افريقيا بتكسب اتحاد المنستيري ذهابا وايابا، بتصعد لدور المجموعات في البطوله دوري ابطال افريقيا طبعا، كاس مصر بتتاهل على حساب المقاولين العرب، حتى لو تاهل بشكل غير مقنع، اداء كان مش جيد، ضربات جزاء ترجيحيه، لكن في الاول وفي الاخر حققت الهدف. بالتالي كمان بتستمر في انتصاراتك في الدوري بعد فتره التوقف، فدي كلها امور مهمه. فاللقطه زي دي مثلا حضراتكم شايفينها لقطه لذوي الهمم اللي كان النهارده، يعني كان واحد من الناس اللي بيآزر دايما دايما جمهور او بيآزر دايما فريق النادي الاهلي في الملعب، وكان حريص كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ وجهاز المعاون ان هم يعني يحيوه ويسلموا عليه. ويعني دي الحاجات اللي زي دي واللقطات اللي زي دي بتبقى اكبر دافع يا جماعه للاعيبه النادي الاهلي، لما تلاقي يعني البعض بيبقى حريص على متابعه المران ايا كانت ظروفه ايه، المران مش حتى المباراه، فده يخليك تبقى نازل تاكل النجيله في الملعب. فيعني دي كل الامور اللي حصلت خلال مران اليوم. طيب خلينا نروح على الشق الاداري او شق مختلف بيتعلق بالجانب التسويقي بالنسبه للنادي الاهلي والرعايه اللي بتتعلق بالنادي. وشفنا اثنين من رعاه النادي الاهلي كان في مؤتمرات صحفيه على مدار الاسبوعين اللي فاتوا بشكل مميز جدا. الراعي الثالث اللي هيتم الاعلان عنه بكره باذن الله تعالى في مؤتمر صحفي مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيقام الساعه الواحده ظهرا، وهيكون في تغطيه من خلال قناه الاهلي لهذا المؤتمر زي ما حضراتكم متعودين دايما. المؤتمر ده هيكون من خلال تواجد مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل مع مجلس اداره شركه جي ال سي اللي هترعى النادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه. ده راعي ثالث من ضمن رعاه النادي الاهلي في عقد الرعايه الجديد، وحاجه بصراحه تفرح وحاجه مميزه جدا. وكم الرعاه اللي يعني بيتهافتوا على رعايه النادي ده ايه؟ ليه؟ نظرا لقيمه النادي الاهلي، جماهيريته، شعبيته، السوشيال ميديا ما تيجي تبص عليها تلاقي النادي رقم 5 على العالم من حيث التفاعل على السوشيال ميديا والصفحات المختلفه على السوشيال ميديا للنادي. كل الامور دي اكيد بتجيب لك رعاه بشكل كبير، يعني بخلاف بطولاته وتاريخه ومشاركاته في افريقيا وفي كاس العالم، مشاركات متتاليه. فنادي بيسوق يعتبر للرعاه بشكل اكثر من رائع. فدي حاجة من الحاجات اللي بيفتخر بيها دايما جمهور الأهلي، واللي بيركز عليها دايما جمهور الأهلي. والله ما تلاقوش أي جمهور في أي حتة في العالم يقول لك الرعاة وإيه موقف الرعاية والفلوس اللي النادي هياخدها دي. شوف دي قيمة الأهلي وجمهور، والله العظيم يعني. فدي حاجة برضو من الحاجات الإيجابية. فبكرة إن شاء الله انتظروا مؤتمر صحفي هيكون كمان بيحضر فيه بخلاف مجلس الإدارة وطبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هيكون متواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من لاعبي الفريق الأول، وكمان هيحضر الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي مع عدد من لاعبي فرق النشاط الرياضي المختلف. فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مختلف الملفات دائما وابدا. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بقى عندنا تفاصيل اخرى هنتكلم فيها في الشق المحلي والشق العالمي، فاستنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نشوف ترند الاهلي الاول قبل ما نتكلم على الجانب العالمي تحديدا، فنروح للحساب الرسمي لرابطه الانديه المحترفه على تويتر، وبيقولوا بناء على ردودكم المنافسه حصلت بين هذا الثنائي على يعني جائزه افضل لاعب في الجوله السادسه في الدوري المصري، وهي كانت منافسه ما بين امام عاشور لاعب نادي الزمالك، اكرم توفيق طبعا نجم النادي الاهلي، ومحمد حمدي زكي مهاجم اسوان اللي احرز هدف لفوز اسوان على سموحه بنتيجه 2-1 الفوز الثاني للفريق. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده التفاعل، وزي ما حضراتكم شايفين كده النسب، اكرم توفيق لحد دلوقتي 87% 87.4%،
في المقابل امام عاشور في المركز الثاني 9.9%، وبعد كده محمد حمدي زكي 2.7%. فبالتالي بنبارك لاكرم توفيق يعني فوزه بجائزه، حتى لو ما تمش الاعلان بشكل رسمي، بس طالما يا جماعه حاجه فيها تصويت واستفتاء وكلام من ده، فالجمهور الاهلي يعني اصراره كبير على انجاح اي لاعب داخل القلعه الحمراء، وان هو يفوز باي جائزه من جوائز واي استفتاء من استفتاءات بيبقى موجود في الجمهور الاهلي. فبالتالي بتلاقي النسب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، واكثر من يستحق، لانه عمل كمان مباراه كبيره للغايه. فبنبارك له على فوزه بجائزه افضل لاعب في الجوله السادسه. كوره بلس وحسابهم على تويتر، وبيتكلموا على ان موقف او بيتكلموا عن موقف حمدي فتحي من مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري. خليني احكي لكم القصه بتاعت حمدي فتحي، لان الناس تسالت على سبب غياب حمدي فتحي عن مباراه المحله الاخيره رغم جاهزيته. وحمدي طبعا كان عنده اصابه خفيفه كده في العضله الخلفيه لما كان في معسكر المنتخب الوطني، عباره عن ايجاد بسيط جدا. فبالتالي رجع شارك في التدريبات بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله خالص. قبل مباراه المحله ب 24 ساعه جاله نزله برد، نزله برد كانت قويه شويه، فبالتالي تم استبعاده من المباراه، لكن ابتدى يتحسن بشكل كبير للغايه، وخلاص شفي تماما من نزله البرد، واصبح جاهز ولائق للمشاركه في مباراه الفريق قدام الاتحاد السكندري على حسب الرغبه الفنيه بالنسبه لكولر. فده الجديد بخصوص حمدي فتحي، مفيش اي مشكله خالص، واللاعب موجود بشكل طبيعي مع الفريق وفي حسابات الجهاز الفني في المباراه المقبله باذن الله تعالى. طيب نروح على خبر اخر، وده من يلا كوره، وبيتكلموا على ان في مصدر قال لهم يعني ان حمدي فتحي تعافى من نزله البرد واللي جات له، يعني حكينا لكم خلاص القصه بتاعت حمدي فتحي. لكن هنا بيتكلموا بقى على موقف متولي مباراه الاتحاد السكندري، هو متولي الصوره بالنسبه له مش واضحه بشكل كبير، هو بيشارك في التدريبات بشكل كويس، لكن احنا عارفين كان جات له اصابه برده مع منتخب مصر، فبالتالي قعد فتره يتعالج من الاصابه وعاد بشكل جيد، لكن اكيد الجاهزيه البدنيه ممكن ما تكونش بنسبه 100% متوفره. فبناء على مران الغد هيتم تحديد موقف الاستعانه من بمحمود متولي في مباراه الاثنين ولا لا، فالامور برضو يعني مش مقلقه، ومتولي ان شاء الله من الوارد تشوفوه في قائمه الفريق في مباراه الاتحاد السكندري. هنشوف اليوم السابع، اتكلموا على ثلاث مصابين استفسر كولر وعقد بعض الجلسات مع طبيب الاهلي بخصوصهم عشان يعرف اخر التطورات الخاصه بيهم. مين هم؟ محمود متولي واتكلمنا عنه خلاص، طاهر بيأدي برنامج تاهيلي لتعافي من اصابه الجزع في الرباط الداخلي للركبه، ايمن اشرف اللي كان بيعاني من الام في الركبه تحسنت حالته وبيشارك في التدريبات بشكل طبيعي. ففي تقرير اتقدم لكولر بخصوص هذا الثلاثي عشان الراجل يعني يعرف يعني المده اللي ممكن يغيبها كل لاعب او مدى جاهزيه كل لاعب لخوض المباريات كده يعني. فالامور ايضا في هذا الاتجاه بخصوص هذا الثلاثي. لكن نروح لخبر اخر، والحديث ما زال مستمر عن مصطفى سعد لاعب النادي الاهلي الجديد اللي انتدبه الفريق من فريق سيراميكا كليوباترا. ومصدر في الاهلي قال مارسيل كولر غير مقتنع بمصطفى ميسي والاعاره بانتظاره. الكلام ده يا جماعه حتى هذه اللحظه غير حقيقي بالمره، غير حقيقي بالمره، مع كامل احترامي للوطن. مصطفى سعد بيخوض تدريباته مع النادي الاهلي، اللي عطله شويه يعني كثره المعسكرات مع المنتخب الاولمبي. الكلام اللي انا اعرفه ودي معلومه مؤكده ان الراجل دائم الاشاده باللاعب، دائم الاشاده باللاعب في التدريبات. هل بقى الامور هتمشي ازاي خلال الفتره الجايه يتم الاستعانه بمصطفى سعد، ما يتمش الاستعانه بيه يبقى في رؤيه مختلفه، ده كلام سابق لاوانه، هيتعرف مع نهايه هذا الشهر تحديدا وخلال شهر يناير المقبل. لكن اللاعب ملتزم والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا، ومفيش اي قرار نهائي سواء برحيل مصطفى على سبيل الاعاره او اي امور تتعلق بالجانب ده تحديدا. فده بخصوص ترند الاهلي. نروح لفاصل سريع بعدين نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اكيد اجواء كاس العالم من حيث المباريات اجواء رائعه جدا، سواء ما قبل المباريات حتى وبعد المباريات، بخلاف الاثاره اللي بنشوفها في الملعب في مختلف ماتشات كاس العالم من ساعه ما ابتدى لغايه دلوقتي ولحد ما هينتهي كمان يوم 18، مستمتعين بيه جدا، بخلاف كمان المباراه اللي بتتلعب في هذه اللحظات ما بين البرتغال والمغرب والتعادل السلبي بدون اهداف. فخلينا نتكلم بنظره تحليليه بشكل اكبر من خلال شريف عبد المنعم المحلل الرياضي اللي هيكون معانا دلوقتي عبر سكايب. نرحب بيه يا شريف، مساء الخير. مساء النور يا امير، اهلا بيك وبالساده المشاهدين، ومبسوط اني متواجد معاك على قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. يعني عندنا كلام كتير جدا بخصوص البطوله، خليني بس يعني اسالك في البدايه، اتفاجئت بخروج البرازيل ولا لا؟
اه طبعا اتفاجئت اكيد، لان ما حدش كان متوقع خروج البرازيل. البرازيل من بدايه البطوله او من قبلها كمان هي المرشح الاول للفوز بكاس العالم، كمان بعد الاداء اللي هم قدموه في دور المجموعات ودور ال 16 ما حدش كان متوقع خالص ان البرازيل تخرج قدام كرواتيا. بالظبط. بالتالي يعني لحد دلوقتي والله من وجهة نظري الشيف شايف ان البرازيل هو اقوى فريق اصلا حتى بعد خروجه من دور الثمانية يعني. هو أقوى فريق على مستوى الفرديات، ولكن على المستوى التكتيكي أو المستوى الخططي تيتي ما قدمش اللي يكفيه إن هو يتأهل لدور نص النهائي. كان عنده كسور كتير قوي بانت قدام كرواتيا، ما كانتش باينة في الأدوار اللي قبل كده لضعاف ايه المنافسين. ابرزها يا شريف؟ أبرزها إن الضغط العكسي بالنسبة للبرازيل بيبقى سيء جدا، ما لعيبة زي نيمار وزي فينيسيو جونيور ما بيقدموش الضغط العكسي الكافي قدام منتخب كرواتيا في الماتش بتاع امبارح. كان بيبقى سهل قوي إن لعيبة كرواتيا تعدي خط نص البرازيل. أي نعم ما كانش بيبقى فيه خطورة باينة جدا على حارس مرمى البرازيل، ولكن ما كانش فيه ضغط عكسي كافي من البرازيل. كان بيبقى الموضوع في خط النص يعني متاح جدا لكوفيزيتش وبروزوفيتش ومودريتش. كاسيميرو كان بيبقى وحيد جدا في الضغط العكسي، ما كانش بيلاقي دعم من باكيتا او من نيمار. كان بيبقى باكيتا ونيمار مركزين اكتر في الادوار الهجوميه، فبالتالي كان سهل جدا على كرواتيا ان هي تقفل مفاتيح اللعب بالنسبه للبرازيل. كان دايما الحل الفردي هو الحل الاول بالنسبه لتيتي قدام كرواتيا امبارح، فبالتالي ما قدموش ما يكفي بعد الاول تحديدا بعد جون نيمار. ما قدموش ما يكفي ان هم يحافظوا على النتيجه ويطلعوا لنهايه الماتش ان هم يقدروا يتاهلوا النص النهائي. كان خلاص ناقص 4 5 دقايق يعني، الموضوع كان خلصان يعني. بس عودة كرواتيا اكيد بالظبط، بروح يعني مميزة جدا كرواتيا وأداء جه رائع في الدقيقة بصراحة. 115. بالظبط، جون كرواتيا جه في الدقيقة 115، وكان من تحول عكسي الوحيد، التحول الهجومي الوحيد اللي عملته كرواتيا في 120 دقيقة. بالظبط. يعني اتفاجئت ان البرازيل بعد الجون بتضغط اكتر ما كانت بتضغط وهي متعادلة. يعني في 6 لعيبة كانوا بيضغطوا في الكرة اللي جت منها الجون بتاعت منتخب كرواتيا، 6 لعيبة بيضغطوا على البيلد اب بتاع منتخب كرواتيا بدون ادنى سبب. يعني ان انت المفروض في وقت زي ده بعد ما انت متقدم في النتيجة وفضل 5 دقايق على صح نهاية صح الماتش تكون كل تركيزك ان انت تدافع وان انت تحافظ على الجون وتلعب على التحولات، ولكن العكس هو اللي حصل. فبالتالي الهجمه الوحيده اللي راحت بيها كرواتيا حتى احصائيا الكره الوحيده اللي شاطها كرواتيا اون تارجت على اليسون بيكر في قدام البرازيل هي كانت الجون في الدقيقه 115. أكيد. طيب نتكلم على واحدة من أكثر المباريات إثارة في بطولة العالم لحد دلوقتي، وهي مباراة الأرجنتين مع هولندا، فوز الأرجنتين بنتيجة 4-3 ضربات الجزاء الترجيحية. رأيك في المباراة أولاً، وعايز أو نتكلم على بعض الجوانب التحليلية واللقطات المهمة جداً اللي هنستعرضها مع بعض، بس عايز أقول يعني عايز أخد رأيك الأول في انتصار الأرجنتين يعني وتقييمك للمباراة. هو طبعا قبل المباراة بالنسبة لمستوى الأرجنتين اللي اتقدم قدام استراليا وفي دور المجموعات كانت المباراة رايحة في سكة 50-50، مش شايفين إن مثلا الأرجنتين ليها الكفة الأكبر على هولندا أو هولندا هي ليها الكفة الأكبر. كانت كل التوقعات بتقول إن الماتش ممكن يروح سكة التعادل، يبقى فيها هجمات قليلة، يكون في شغل تكتيك أكتر، وده اللي حصل فعلا. يعني هو اللي غير طريقة الماتش أو اللي غير المستوى اللي كان ماشي بيه الماتش هو الباص بتاع ميسي الأسيست صح، كان غريب في الجون الأول. صراحة، عملها بطريقة الأسيست فظيعة. بالظبط هو الاسيست ده هو اللي فتح الجيم، لان أكيد. هولندا كانت بتلعب على المرتدات وبتستنى رد، بتكون هي رد الفعل ما بتكونش الفعل. فبالتالي لما الارجنتين اتقدمت بدري الجيم اتغير، وبالتالي هولندا ابتدت عايزه تهاجم، فبالتالي بعد كده الارجنتين جابت الجون الثاني. فكان في يعني تغيير شويه في بعض الماتشات في بعض اساليب اللعب. طب يعني خلينا الصوره دي طبعا امبارح يعني نتكلم على الحالات بقى، ودي أول صورة مع الأسيست بتاع ميسي. اسيست ميسي طبعا كلنا زهقنا اللي هو ازاي وصل ملومة اللي هو قصاد الجون في الانفراد، ان هو خلاص مره واحده كده ميسي مش باصص على اللاعب اصلا ومش باصص هو المكان ده فاضي ولا لا، ومره واحده عمل الاسيست وهو وشه في الارض، ما رفعش عينه للمكان ده ولا مره طول ما الكره كانت معاه من بدايه اللعبه. ولكن هي الفكره مش في كده قد ما هي الفكره لو احنا رجعنا دقيقتين قبل الجون ده. يعني لو حركنا الصوره اللي بعدها هنلاقي ان ماشي. قبل الجون ده بدقيقتين، قبل الجون ده بدقيقتين كان ميسي بيعمل سكان للملعب وبيشوف ايه المساحه اللي هو يقدر يتحرك فيها فعلا. ويودي فيها اكبر عدد من الاسيستات. يعني احنا هنا لو بصينا على الكوره دي مين هو اللاعب اللي قافل انصاف المساحات في خط الدفاع هولندا؟ هو اكي. مين اللاعب اللي بيعمل سكان المكان ده؟ ميسي. ميسي على قد ما الناس بتقول ان هو ما بيجريش او ما بيتحركش، او كما وصفه جوارديولا في بعض تصريحاته قال لك ميسي اقل لاعب بيجري في الملعب، ولكن اكتر لاعب بيعمل سكان في الملعب ويبقى حافظ بيحفظ طريقه لعب الفريق اللي قدامه بتكون متواجده ازاي، وبيستنى نقاط الضعف او المساحات اللي يقدر ان هو يتحرك فيها. فبالتالي ده كان
كان اول كان ميسي في المكان ده دفاع هولندا، وزي ما احنا شايفين هنا ان في نفس الوقت اللي دي يونج بيشاور فيه لاكي ان هو يضغط على ديبول اللي هو اللي معاه الكوره عشان يقابله، اكي قرر ان هو يفضل واقف في مكانه عشان ما يسيبش المساحه اللي ما بين داني بليند وما بين فيرجيل فان دايك. فبالتالي هي دي كانت اكبر ثغره جه منها جون بتاع اسيست ميسي. فهنتحرك بعد كده على الصوره اللي بعدها. خش على الصورة اللي بعدها نشوفها. خش على الصورة اللي بعدها نشوفها. هنا ميسي بعد ما ديبول عمل الميس باس لماك اليستر، ميسي بيشاور لمارينيا، بيشاور لمارينيا ان يتحرك في العمق في المساحه اللي ما بين اكي وما بين داني بليند. يعني هي ده قبل الجون بالظبط، قبل الاسيست بتاع ميسي بدقيقتين بالظبط، يعني يعني هو كان الجون مخطط جه في الدقيقه لديبول. 34 بالظبط. هو عامل سكان سابق للجون ده، هو يعني هو وجه اللاعب زميله مولينيا ان هو يتحرك في عمق الملعب بدل ما هو عامل ستريتش للملعب وساحب داني بليند معاه لغايه طرف الملعب، لا هو طلب منه ان هو يتحرك للعمق في المساحه اللي ما بين اكي وما بين بليند. بعد كده تمام. الصوره اللي بعدها ظهرت فيها بقى التحرك اللي عمله مولينيا بعد تعليمات ميسي في الوقت اللي مولينيا سحب فيه اكي من المكان اللي هو الموجود المفروض يكون متواجد فيه ما بين فيرجيل فان دايك وما بين داني بليند، كان ميسي هو اللي معاه الكوره وبيتحرك في عمق. فهنا اكي في الصوره اللي بعدها، يعني في الصوره الخامسه لما نيجي نشوف تمام. اكي هنا قرر ان هو يقابل ميسي وفي نفس الوقت ساب المكان اللي هو كان متواجد فيه اللي هيتحرك فيه مولينيا. فميسي بالتالي هو مش شايف ان مولينا اتحرك هناك، بس هو اداله تعليمات اعتمد على الجوده التقنيه بالنسبه لزميله، اعتمد ان هو يعني احنا اتفقنا ان ده اللي هيحصل، فبالتالي انا مش مطالب ان انا بص انا عامل سكان وعارف ان اكي طالما هو اكي قصادي فبالتالي اكي سايب المكان اللي هو فيه، صح. يعني اللي بيقابلني ده اكي يبقى المساحه اللي اكي كان مغطيها هتكون فاضيه، فبالتالي اللي انا طلبته من زميلي انه يكون متواجد فيه حصل. في الصوره السادسه، في الصوره السادسه هنا، ولان ميسي بيتحرك عكس اتجاه مولينيا، ففيرجيل فان دايك قرر ان هو يروح مع الفاريز لان الكوره رايحه في الاتجاه اللي بيتحرك فيه صح الفاريز، صح فساب مولينيا لداني بليند في المساحه اللي ما بينه وما بين داني بليند، ولان ده ميسي فقرر ان هو يعمل الباص عكس اتجاه تحرك اللعيبه كلها من غير ما يبص، ومعتمد اعتماد كلي على الاسكان اللي كان عامله في طبعا. الدقيقتين اللي فاتوا. فمجرد ما الاسيست راح من ميسي لمونينيا بقى هو الجون، مش محتاج اي حاجه غير ان هو يركز بس قدام الجون مش اكتر من كده. فطبعا يعني اكيد السبب الرئيسي في هذا الهدف هو ميسي ما قبل الهدف كمان بدقيقتين ثلاثه، يعني هو كان مركز على اللعبه قبل ما تتعمل، فدي حاجه كبيره جدا تحسب للاعب عظيم طبعا هو ليونيل ميسي. ده هيخليني اسالك على حاجه مهمه يا شريف، هل الارجنتين وصولها لنص نهائي كاس العالم الفضل يرجع للمدير الفني، ان هو مثلا ممكن يكون مدير فني تكتيكي مميز، مدير فني عنده قدرات جيده، ولا ميسي هو اللي شد الفريق للمرحله دي من البطوله من وجهه نظرك باسمه وامكانياته؟ يعني مش محتاجين نتكلم على ميسي يعني، فانت بتقيم يعني عايز اسالك برضو تقييمك للمدير الفني للارجنتين ازاي؟ هو اسكالوني مش ممكن ما يكونش افضل مدرب جه للارجنتين، او ممكن ما يكونش افضل مدرب يعني في كاس العالم حاليا، ولكن الارجنتين عندها نقاط ضعف ونقاط قوه، واكبر نقاط القوه هي ميسي. يعني ميسي يعني في الماتشات اللي طبعا. فاتت في ماتش استراليا حتى هو اللي كان ليه الدور الاكبر في تاهل الارجنتين قدام استراليا، مع ان استراليا كانت في اخر ثانيه كانت ممكن تجيب الانفراد الاخير ويبقى الماتش 2-2 يعني نتحول تاني الاكسترا تايم. الارجنتين مش ما بتقدمش الكره الممتعه او ما بتقدمش الكره الهجوميه اللي تخليك تقول ان هو منتخب مرعب ويقدر يكسب كاس العالم، ولكن بيقدروا يشتغلوا على نقاط قوتهم، واكبر نقطه قوه هي عندهم هي ميسي. عندهم نقاط ضعف في خط النص، لان خط النص بتاعهم ما بيقدرش يخلق فرص من غير تواجد ميسي، ما بيقدرش ان هو يلعب من العمق كتير من غير تواجد ميسي. اطراف اللعب عندهم بيبقى فيها ثغرات، اكونيا مش الباك اللي تقدر تعتمد عليه هجوميا، حتى في مستوى العرضيات بتاعته ما بتكونش بتقدم استفاده كبيره بالنسبه لخط هجوم الارجنتين، ولكن هم عندهم ميزه خاصه هي تواجد ميسي وبيعتمد اسكالوني عليها باكبر شكل ممكن، ولغايه دلوقتي يعني بتجني ثمارها. هل ده هيكمل معاهم في دور نص النهائي ولا لا؟ ده وارد يحصل وارد لا، لان الارجنتين بتجد صعوبات قدام التكتلات الدفاعيه، وده الاغلب اللي هينفذه كرواتيا في نص النهائي ما بين الارجنتين وكرواتيا. تمام. فده اللي هنقدر هيبقى يكون اول تحدي حقيقي لاسكالوني قدام التكتلات الدفاعيه من النوع ده. تمام. اخيرا دلوقتي المغرب احرزت هدف يا شريف، هدف ليوسف النصيري في الدقيقه 41، وتقدم مغربي عربي على حساب المنتخب البرتغالي.
هل تتوقع ان النتيجه تستمر بالطريقه دي وتتاهل المغرب في مفاجاه مدويه لنصف نهائي كاس العالم، ولا لسه المباراه فيها شوط تاني البرتغال تقدر ترجع بمشاركه رونالدو وكده؟ هو يعني اللي احنا شايفينه في المونديال في النسخه دي من التحديد ما بقتش قادر تحكم على النتيجه طبعا لغايه ما صح الحكم يصفر، يعني صح لغايه اخر ثانيه امبارح هولندا رجعت في اخر ثانيه فعليا، فما تقدرش تحكم على النتيجه. ولكن المغرب والبرتغال فرقتين بيلعبوا يكاد يكون نفس طريقه اللعب نفس الاسلوب، بيعتمدوا على التحولات الهجوميه، بيعتمدوا على السرعات، بيعتمدوا على اللو بلوك. فممكن يكون الماتش لسه في حاجات كتير قوي لسه ما ظهرتش، بالذات ان الاثنين مدربين تقريبا نفس طريقه لعبهم. الحلول الفرديه هتكون افضل بالنسبه للبرتغال، يعني ممكن ما يكونش حل تكتيكي قد ما ممكن يكون حل فردي من جواو فيليكس او لياو او راموس المهاجم الجديد اللي خد مكانه في الفتره الاخيره. فممكن يكون لسه البرتغال لسه عندها فرص، ولكن طبعا نتمنى التوفيق لمنتخب المغرب أكيد ويكون منتخب عربي وافريقي يوصل للسيمي فاينال في كاس العالم. إن شاء الله بإذن الله. شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا. شريف عبد المنعم المحلل الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا عن أمور عديدة بتتعلق بمباريات كأس العالم سواء اللي اتلعبت أو حتى اللي بتتلعب دلوقتي. بنشكره شكرا جزيلا، ونتمنى يا رب النتيجة تستمر بهذه الطريقة يعني في مباراة المغرب والبرتغال، وتتأهل المغرب لدور نصف النهائي. حلم كبير جدا لكل العرب كإنجاز فريد من نوعه، أولا أول إنجاز إنك توصل للمرحلة دي كفريق عربي، أول مرة في التاريخ توصل للربع النهائي، ليه لأ كمان ما نحلمش ونتمنى إن احنا نوصل لنصف النهائي والنهائي كمان طالما القدرات والإمكانيات موجودة مش بعيد بإذن الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل السريع هنرجع نتكلم مع بعض في آخر فقرة، يلا بينا. طيب خلينا نروح لترند المونديال ونشوف اهم الاخبار ايه، ونبتدي بحساب اي بي ال وورلد على تويتر، واللي بيتكلموا على ان جميع الانذارات تسقط قبل بدايه الدور نصف النهائي، وده يعني طبقا للائحه يعني بتاعه البطوله، اي لاعب عنده انذارات لحد دور الربع النهائي خلاص لما يشارك في نصف النهائي فبالتالي الانذارات اللي عنده دي تتلغي يعني. فميسي كده كده خد انذار امبارح كانه ما خدش اي انذار، فالحاله الوحيده انك تتوقف في المباراه النهائيه مثلا انك تاخد كارت احمر خلاص، يعني مفيش حاجه او اي نوع تاني من العقوبات اعتقد ذلك يعني. ده طبقا للمكتوب طبعا من اي بي ال وورلد على تويتر. طيب خلينا نروح لتفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي باشرف يوسف اللي بيتوقع ماتشين النهارده، قال ان شاء الله فوز المغرب بضربات الترجيح باذن الله تعالى والصعود لنصف النهائي، وفوز فرنسا على انجلترا 4-3. يا سلام ده يبقى ماتش حلو قوي. طيب نروح لمحمد ناصر، قال مساء الورد عليك يا امير، مساء الفل عليك يا ابو حميد، ان شاء الله المغرب تفوز باي نتيجه واتوقع فوز فرنسا على انجلترا، تحياتي لكل العاملين في القناه، تحياتنا جميعا لك. نروح كمان لماندو ابراهيم، قال ان شاء الله فوز المغرب، اما الباقي تعاطف او تعاطف واختار فرنسا. ماشي، دي كل تعليقات حضراتكم او بعضها بالتحديد. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من خلال الترند، ليس لدينا مزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا، الى اللقاء.